السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا فيديو في قناة فنون وهندسة زي حضراتكم الأول. عن كنت أنا نوهت عن شنيور الرباط ده، كراون جميل جدا جدا جدا. عايز أوريكم حاجات أنا عملتها برضو، وحاجات برضو مفيدة إن شاء الله تفيدكم في الشغل معاكم في البيت في أي حاجة. مفك جميل جدا جدا جدا. هنراجع مع بعضينا الشنيور ده او مفك الرباط كراون 3.6 فولت. المفك الرباط ده بيجي معاه علبة المفكات دي، طقم المفكات دي والتطويلة دي، هنوريها مع بعضكم دلوقتي ان شاء الله. حاجة جميلة جدا جدا جدا. بيجي معاها مفكات نجمة وعادة وصليبة وكل حاجة ان شاء الله. انا كمان شاريله لقم متعددة، معاها طقم مفكات برضو زي اللي في كده بقى، جميلة جدا جدا، نجمة وزي ده. حاجات لو هتدور عليها مش هتلاقيها بسهولة، هي لا متوفرة في الشنيور وجاية معاها. كمان انا عامل حاجة حلوة قوي هوريها لكم، جايب مفك اللي هو قلاب دوت اهو، قطعته وخدت جزء منه عشان انا محتاج طول وسن كبير شويه وحلو، قطعته وخدت العاده بتاعه وعملت منه صليبه وعاده، وهعرفكم دلوقتي ايه المطلوب فيه اللي معايا هنتعامل بيه. والمفك الرباط ده فيه كشاف ليد، لو عايز تضغط على خلي كده، لو عايز تنور بالليل ولا حاجه، وهو يمين يمين وشمال، وفي كشاف تعرف ال اخبار البطاريه في الشحن، وهو بيتشحن من هنا اهو، جميل جدا جدا. وكمان بيتقلب يبقى مفك عدل جميل قوي 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 قوي. هنجربه مع بعضنا دلوقتي في الشغل، تفك بيه ادوات كهربائيه، وفي لايه ليد هنا اهو لو عايز، وانا بس بحب استخدمه كده، جميل قوي جدا. وعامل له ماتيريال بتاعه جامد عشان ايدك ما تعرقش ولا اي حاجه، وجميل جدا جدا. هركبه، وفي لقم بتتباع له جاهز اهي صليبه، بس انا عايز مقاس رفيع، ده مقاس رفيع شويه، ده تخين، مع اني معاه حاجات كتيره قوي، بس انا بحب الحاجه ايه في الوسط يعني. كمان عملت له حاجه حلوه قوي قوي، دي لقمه 13 قطعتها، قطعت الحته اللي زي دي كده اهو عشان اخففها شويه، وعملت له صاموله وخدت حته من حتت اللقم دي ولحمتها فيه وظبطتها عليه، ولحمتها عند بتاع النحاس، لحمها لي وجميله جدا جدا عشان تركب معاك في الرباط اهو، يحل معاك صواميل وجامد قوي قوي، يحل معاك صواميل ويربط، وحاجة روعة أوي أوي أوي. وكمان أنا أعمل له لقمة 10 نفس الحكاية دي كده أهو، أهي بدخلها كده أهو وبربط فيها وعاملها لحام برضو، ويمين وشمال، وحاجة روعة أوي 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 أوي. بس كده إحنا هنجرب دلوقتي، مثلا عايزين نربط بيه حاجة هنجربها لها. أنا مركب في دي أهي، حلوة أوي أوي أوي. بسم الله الرحمن الرحيم، أهو خشبة، خشبة أهي سليمة خالص أهي، هنسمي الله ونربط بيه مثلا، هنعمل كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو ربط، ما بوصل دماغ المفتاح ولا اي حاجه، المسمار قصدي، اهو ربط. وبعدين انا عامله على لغايه 6. انا ممكن اقلل شويه في اي حاجه خفيفه، هي مستو لو عايز حاجه خفيفه او مش عايز تعمل، لكن انا عشان في الرباط بخليه 6. هنربط واحد تاني اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو ربط وكويس جدا. هنحل بقى تاني، بسم الله الرحمن الرحيم، هنغير، بسم الله اهو، حل المسمار، وادي التاني اهو، جميل جدا جدا جدا.
في اللقم برضو حلو برضو، بس انا ما عنديش سمولة اركب. عايز تركب مثلا، هو بيجي معاه تطويلة اهي، بتركبها كده اهو، تركب فيها لقم اهي، يفك ويربط معاك. ده نجم صغير، وهنا برضو صليبة مثلا، اي حاجات اهي. هو جاي معاه حاجات ياما اوي صراحة اهي، وبعدين جامد اوي اوي اوي، ما بيقعش اهو، جامد جدا. كمان لو انا مش عايز اركب فيه التطويل، لو عندي حاجة صغيرة بيتركب فيه برضو اهو، حاجة صغيرة كده مثلا ايه، خفيفة يعني، وليكن ايه المسمار اللي معانا ده مثلا اهو، انا عايز احطه اهو، المسمار اهو، هنربطه في حتة تانية فاضية اهي خالص اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي اهي اهو، ربط جميل جدا جدا، وهيحق له برضو. ولو عايز تحطه في حاجة طويلة مثلا اهي، عشان يبقى سايس اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، هنحل بقى اهو، جميل جدا 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 يعني، هينفع معاك في البيت في اي حاجة كانت. ومعاه مفكات، طقم مفكات كتيرة اوي اوي، 30 قطعة حلوين، وفي علبة حلوة. وبعدين هوريك حاجة برضو تانية حلوة فيه، ميزة جميلة اهي، اهي بتقفل العلبة دي كده اهو، ودي التطولة بتاعته اهي، تحطه في الحزام في جنبك في اي حتة ان كانت، في الحزام. وعلبة جامدة جدا جدا، ما بتفتحش الا لما تضغط جامد اوي. بس ده كان فيديو صغير عن الشنيور الباط كراون. يا ريت تدعموني في القناة والاشتراك في القناة، وتعملوا لايك وتشير الفيديو، وان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد مفيد ونستفيد به ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.